بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الفل. النهارده هنعمل مع بعض بقى حاجة جميلة جدا كلنا بنحبها، ناجتس مقرمشة. معايا بقى المقادير بتاعتها، عندي نص كيلو صدور، صدور أو وراك اللي أنت بتفضليه، صدور أو صدور بانيه، أي صدور عندي، صدور فراخ. عندي معلقة كبيرة نشا، عندي معلقة كبيرة لبن بودر، والتوابل بقى التوابل بتاعتنا عادي، شوية ملح، شوية بابريكا، شوية كركم، وشوية كاري، وشوية فلفل، وطبعا بصل بودر وتوم بودر، وكل حاجة هي نص معلقة صغيرة كده. هنفرم الأول بقى، وعندي المقرمشات دي بجيبها من عند العطار، دي اللي هنحطها كفر للفراخ لما نفرمها دلوقتي. هنفرم الأول الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. كويس جدا، فرمة ناعمة كويس. فرمة معايا كويس جدا اهي. هنزل بقى بالتوابل. الله ريحة جميلة. فرمتها بقى ناعمة اهيت. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمتها ناعمة خالص اهي في التوابل. من ال طب هجيب بقى كيسة من بتاعة السندوتشات اهي، كيسة اهي وافردها. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب شوية زيت. بسم الله الرحمن الرحيم عشان متلزقش في ايدي. هجيب بقى قطعة، القطعة كده حلوة اهيت، يعني تخينة شوية، محملة اهي. وابتدي بقى اقورها كده. ممكن مش في ايدك زيت عشان ما تلزقش معاكي. ابتدي بقى اقورها عشان تبقى زي تيجي جاهزة بتاعت الشركات. جاهزة بقى سواها كده، تبقى زي اللي جاهزة، زي اللي بتيجي جاهزة بالظبط. حاولي بقى ايه
شكلها كده وتظبطيها حاجه بقى بنتي نظيفه وجميله. اسعار غاليه بقى وكل حاجه الاسعار نار. دي بقى صحبه كده كده. احطها بقى في المقرمشات ناخد واحدة تانية كمان اهيت نكبرها كده. عايزة بقى تصغريها شوية ترققيها شوية عن ديت دي اختياري بقى. عايزة يعني صحفة كده زي اللي بتيجي جاهزة. بسم الله الرحمن الرحيم. الزيت ما يبقاش يعني ما يبقاش سخن قوي عشان عايزاها تستوي من جوه قلبها يبقى مستوي. وهديلها النار وانا بقليها. بقليها عادي زي ما بتكون بتقلي بانيه كده بالظبط زي فراخ البانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه تعملي اكتر بقى تضعف الكميه. جميله طالعه جميله جميله اهو. بسم الله ما شاء الله. مقاديرها سهله وبسيطه وريحتها طالعه جميله. التوابل اللي هي محطوطه عليها بتديها طعم وريحه جميله. هتجربيها مش هتبطلي تعمليها على طول. حاجة كمان بيتي نظيفة وجميلة.
نبتدي بقى نحطها في الزيت. لازم نجيب الزيت الاول، انا يعني سخن ولا لسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لسه شويه. نبتدي بقى بسم الله الرحمن الرحيم، هنزل بقى في الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم، النشا بقى اللي هي معلقه النشا اللي انا حطيتها معاها ديت مش هتخليها تشرب زيت. اللهم صل على النبي. يا ريت عايزه اديلها بوتاجاز شويه، نهدي النار شويه عليها عشان تستوي من جوه. ميبقاش قلبها. بسم الله الرحمن الرحيم. اعملي بقى في بيتك، ما تخلي يعني حاجه اللي بيتك تبقى نظيفه، الاولاد بيحبوا النجس ديت. جميله جميله، واحنا كمان بنحب الحاجات دي، طعمها بيبقى خطير. الله الله، اللهم صل على النبي. اعملي بقى معاها مكرونة. اشتغل معاكي اللون الجميل ده، اسميها قرمشة. مش دايت مرمش، لازم يعني نسويها برضو كويس، مستويه كويس. وانا الفراخ اصلا مفرومه الصدور، فرمنها في الكبره تستوي بسرعه، مش تاخد وقت، مش وقت على البوتاجاز في الاليه. الجميلة دي لازم بقى تجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه فيها. تعملوا بقى لايك وشير عشان القناة تكبر كده، وتشجعوني برضه، تشجعوا تعليقاتكم الجميلة. اللهم صل على النبي. دي انتفخت، دي عملت بالونة، عملت بالونة. هتطلعها بقى لما تحس الناس تشوف استلمت معاكي كده مرة من جميع الجوانب، خدت لون ذهبي كده جميل اهو. بقى ذهبي جميل اهوت، ابتدي اطلعها بقى من الزيت. سامعين القرمشه دي مستويه اهيت وجميله، وابتدي احط بقى مكان اللي هطلعها، احط واحده ثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الريحه طالعه جميله جميله جميله، ما اقولكوش. الله الله، صفي منها الزيت كويس.
اللهم صل على النبي. معايا هي تحط الشوكولاتة أو طلعها. هديك البوتاجاز النار استوت من دول وقرمشت من بره. اتفضلوا بقى باللي انا والشيفه جميله جميله، نجست بقى جميله، كل الناس بيحبوكي. الله الله الريحه بتاعتها والزيت زي ما هو لونه ما اتغيرش ولا شربت زيت ولا اي حاجه خالص، مقرمشه بقى وجميله. سامعين الخبطه دي؟ مقرمشه جميله. اللي انا والشيفه اتفضلوا بقى. الله الله.